طول النهار نقول لاولادنا كله حاجه فيها حديد، كله سبانخ، السبانخ مليانه حديد، والولاد يقولوا لنا ايه؟ لا احنا ما بنحبش السبانخ. احنا النهارده بقى في فقره المطبخ هنخلي ولادكم تاكل سبانخ، لان احنا عاملينها بشكل جديد ومختلف. هو مش احنا اللي عاملينها او مش انا اللي عاملاها، ضيفتي اللي منوراني النهارده هي اللي هتعملها، وتعمل لنا سبانخ جميله جدا. هي دكتور نور هندام، فود بلوجر. يا دكتور اهلا، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. هناكل سبانخ النهارده؟ مش هناكل سوشي، هناكل سبانخ النهارده؟ هناكل سبانخ، حاجات هيلثي برضه. طيب ايه بقى، قولي لنا الاكله اسمها ايه؟ ده اكله اسمها جراتان سبانخ، دي طريقه جديده يعني للسبانخ. اوكي. بس والمكونات بتاعتها بتكون نقول بقى المكونات عشان تنزل بقى على الشاشه والناس يشوفوها. بصي، طبعا بنحتاج سبانخ، وبنحتاج جبنه موزاريلا ومشروم، ممكن المشروم العادي او الفريش مشروم. اوكي. ولبن وكريمه لباني وزبده ودقيق وثوم طبعا وملح. حاجات بسيطه جدا. طب يلا نبدا بقى. خلاص اوكي. اول حاجه طبعا هنحط الزبده. يلا بينا. السبانخ طبعا من الاكلات الحلوه والمفيده جدا، لان هي كلها جداً حديد، ودايما بنحب لاولادنا، حتى اولادنا الكبار يعني بنقعد نقول لهم السبانخ يقول لك ما بحبهاش ما باكلهاش، فاعتقد الطريقه دي الاولاد هيحبوها. انا بصوا انا نفسي ريقي جري على الاكله، لان فيها الحاجات الكريمي والحاجات دي الاولاد بيحبوا الحاجات الوايت كريم او الوايت صوص، سوري. فاعتقد الاولاد هيحبوا اكله زي دي. بالظبط. طيب عايزه اقول لحضرتك انا برده ما كنتش بحب السبانخ قوي وانا صغيره، بس يعني مامتي عملتها لي مره بالطريقه دي فعجبتني قوي بعدها. لا انا متوقعه انها تبقى حلوه. وبعدين احنا ممكن نبدل الجبنه الموتزاريلا مثلا باي انواع، او نزود ممكن بجبنه رومي او الفارميزان، هتبقى حلوه قوي، هتبقى جميله. اوكي. بتحطي عليها اي خضره او حاجه ولا لا هي السبانخ؟ لا لا هي السبانخ بس. اوكي. دي ممكن نعمل معاها ايه، رز ابيض مثلا؟ ممكن رز ابيض او رز شعريه او بطاطس مثلا، ماش بوتيتو اللي هي البطاطس البيري دي بتبقى ممكن جميله برضو. هتبقى لذيذه قوي. انت مش حاطه بصل خالص صح؟ لا هو توم، هي توم بس. اوكي. توم، وبنحط المشروم والزبده يعني الاول بس شوحت التوم بس شويه وبعدين حطيت المشروم. طب قولي لي السبانخ اللي هي المجمده تنفع في الاكله دي ولا لا؟ لازم لا تنفع عادي، بس انا بحب السبانخ العاديه دي لان هي اصلا سبانخ بتكش برده شويه. سبانخ بتكش بالظبط، فانا بحب اجيب السبانخ تبقى عاديه علشان لو كشت شويه ما بس. والله هنا يعني جايبين السبانخ حلوه، احنا عندنا السبانخ لا مش حلوه كده بصراحه. يعني انا عندي في المكان اللي انا ساكنه فيه لا السبانخ مش حلوه كده. طيب قولي لي الوصفه دي زي ما انا قلت لو الولاد ما بيحبوش السبانخ الوصفه دي هيحبوها؟ ممكن ازود عليها حاجه مثلا او كده؟ ممكن بقى لو انت عايز تزودي حاجات فيها بروتين مثلا زي الفراخ مثلا او اللحمه المفرومه، في ناس بتحب الفراخ. ممكن فراخ كده شرايح تتشوح كده، اللي هي الفراخ المخليه تتشوح وتتحط معاها مع الصوص، هتبقى خطيره على فكره. بالظبط. بس احنا هنا هناخد السبانخ هنحطها. لان خلي بالك التوم برضو عشان ما يتحرقش على طول. هو كمان لو كان الفريش مشروم بنستنى بس حاجه بسيطه وبعدين بنحطه على طول. ده عشان مش فريش. معلش. بتفرق في المشروم الفريش او المعلب؟ بتفرق قوي، بس هو المشروم اللي هو الفريش بيبقى يعني احسن، بس قيمته الغذائيه متهيألي افضل. قيمته الغذائيه بتبقى احسن لو انت عايزه الاكل تبقى هيلثي قوي. هنحط كده. متهيألي ما بتاخدش وقت صح؟ لا لا خالص، هي بتدخل الفرن. هتدخل الفرن بس مش هتاخد وقت كتير. أوكي. بس عشان يعني الوش بس. بتاعها. احنا كده حطينا السبانخ، من شويه هتلاقيها كشت خالص. ممكن نستبدل مثلا الزبده بزيت بسمنه؟ ممكن طبعا عادي. لا. ممكن لو انت عايزه برضه تبقى هيلثي اكتر ممكن زيت زيتون مثلا. ده كده هيلثي يعني. مفيش ما بنهرجش يعني. بالظبط. اوكي. يعني هي تنفع للناس اللي بتحب الاكل هيلثي قوي، وتنفع لو انت يعني الاكل العادي يعني. اوكي. ممكن زي ما احنا قلنا ممكن نحط حاجات تانية، يعني ممكن احط مثلا فراخ. ممكن تحطي فراخ مثلا لو انا بحب مثلا صغيره او حاجه. او تحطي مثلا معاها لحمه مفرومه بس. لا انا هحط فراخ. انا خدت قرار هحط فراخ لان انا بحب الفراخ، وبعدين الفراخ هتدي يعني هيبقى البروتين، لان ما اعرفش اكل اكله برده من غير بروتين يعني، ولا لحمه ولا فراخ لا صعب يعني. اوكي. الفراخ جواها مع الصوص هتبقى لطيفه اعتقد. مع الصوص كمان بالذات بتبقى حلوه. صح يا استاذ حسام؟ ايه؟ اصل الاستاذ حسام بيقول لي لا، اصل استاذ حسام، انا هعرفكم على استاذ حسام يا جماعه، احنا هنجيبه لكم معانا هنا في حلقه في مره. استاذ حسام مخرجنا يعني كل الناس والله الحبايب في الايربيس. انا عايزه اقول بقى ان استاذ حسام مخرج البرنامج هو راجل جميل جدا، هو راجل ذواقه بيفهم في الاكل،
انا طبعا ما اعرفش هو بيعرف يطبخ ولا لا، بس هو بيفهم في الاكل يعني. برضو من كام حلقه مش عارفه بقول، يقول لي احطي مش عارفه ايه على ايه هتبقى، فهو فيه ومن القلائل الرجاله اللي بتفهم في الاكل. فاحنا بنوعد المشاهدين ان احنا استاذ حسام يجي معنا هنا حلقه، دي هتبقى اجدد حاجه متهيألي في الدنيا كلها. مخرج البرنامج طالع يعمل لنا وصفه. قولي لي احنا عملنا ايه بقى؟ احنا دلوقتي حطينا الثوم والمشروم والزبده وزودت عليهم السبانخ، مستنى بس لحد ما تكش شويه. مش هتزودي سبانخ، هتبقى هي كده كفايه. اه احنا عاملين حبه صغننين. طب حلو. هو في العادي لو يعني لو انت هتعمليها في البيت مثلا ممكن نحتاج نص كيلو سبانخ. نص كيلو سبانخ. اوكي. بس هيبقى الطبق اكبر من ده. دول ايه، ربع مثلا؟ ولو اعتقد ان هي لو سبانخ مش فريش مش هتاخد وقت برضو، لان هي زي السبانخ المجمده عيبها حاجه بتنزل ميه. دي ده العيب يعني، فبتاخد بالعكس، لا دي ممكن تاخد وقت شويه على البوتاجاز يعني. بس بدات كده تكش معاها. بس والله اكله جديده. هي اكله يعني جديده يعني، احنا دايما متعودين يا جماعه السبانخ اكله مودرن كده. سبانخ مودرن، مدلعين السبانخ. يعني السبانخ دايما بنعملها بالصلصه والطماطم والحمص، نحط يعني الاكله التقليديه اللي هو خضار عادي. بس دي لا، دي اكله جديده، دي ممكن تتعمل في العزومات ومش صعبه، ماخدش وقت. بس احنا كده على جنب بقى، هنبتدي نحط بقى الدقيق. هنعمله ممكن نحط مثلا معلقه، تحط الدقيق عليها ولا لا على جنب كده هنا في نفس الحل. حط مثلا يعني معلقتين دقيق كده مثلا عشان القوام يبقى متماسك بس شويه. بالظبط. ممكن نزود كمان حته الزبده. اوكي. ممكن اغير السبانخ احط حاجه تانية ولا لا؟ هي الوصفه دي بس. ممكن بقى مثلا بس هنغير فيها، انا هنعمل مثلا ممكن تعملي جراتان مثلا بطاطس مثلا. بطاطس بس هو كخضار يعني بحس السبانخ بتبقى هي اكتر حاجه لايقه على الموضوع. بالظبط. لان هنعمل فاصوليا مثلا، لا مش لايقه على الموضوع. بالظبط. اوكي. هنقلب بس البشاميل ده، هبتدي بقى نعمل الصوص يعني. طب لو ما عنديش كريمه ممكن استبدلها بحاجه تانية؟ ممكن اصلا ما نحطش كريمه خالص. ممكن أصلاً. تحطي يعني مثلا لو معلقتين دي كده زي دول، ممكن تحطي مثلا كوبايه لبن ونص كوبايه ميه، او تعملي كوبايه ونص لبن حسب بقى ما انت بتحبي ايه عشان البشاميل. يعني ممكن هو مني كانك بتعملي صوص بشاميل يعني. هو اكتر من انه اي حاجه. ده لبن صح؟ هنزود هنا اللبن. لا ريحتها كمان طلعت يا جماعه. فظيعه. ابتدي كده نقلبه عادي، احنا الستات في المطبخ بتتبقع وعادي جدا، مفيش اي مشكله. اكتر اكله انت بتحبي تعمليها ايه؟ انا بحب السي فود قوي. الله. طب فين بقى يا دكتور؟ فين يا دكتور الكلام ده؟ انت اسكندرانيه ولا ايه؟ لا احنا يعني اصلا من دمياط. طيب بحر برضو يعني. بالظبط. ايوه. هنزود كريمه لبان. وهي انا شايفاها كمان بتغلي يعني، هي ما خدتش وقت. ما بتاخدش وقت خالص، هي ميزتها ان هي سريعه وفي نفس الوقت طعمها حلو. ممكن اعمل ايه للاطفال تاني؟ لان بما ان احنا طبعا فصل الصيف والولاد طول النهار بقى في البول وفي البحر وما بياكلوا، بينسوا الاكل اساسا. اوكي. فقول لنا وصفات مثلا، حاجات تنفع للولاد اخدها معايا على البحر، سندوتشات مثلا، لانش بوكس يبقى فيها حاجات لطيفه. ممكن حاجات مثلا زي الكلاب ساندويتش مثلا، والحاجات دي بيبقى تركي مثلا وعليه تشيز او حاجات كده هم بيحبوها. اوكي. او مثلا في توست بقى طبعا، يعني في توست يتحط بقى التركي والتشيز والكابوتشا. حطوا بقى كمان، حطوا بقى، بصوا انا دايما استغل فرصه ان انا لما الاقي مثلا ابني وهو كبير كده وشحط كده ان هو اكل حاجه، بس اروح انا بحط بقى خس وطماطم واروح مزوده له خيار كده سلايز رفيعه. لان هما للاسف حبايبي ما بياكلوش خالص خضار. للاسف. فانت ممكن نستغل الساندوتشز والحاجات دي، تحطي مثلا خيار بقى، نقطع خيار شرايح او جزر او حاجه عشان هم نعودهم ان هم ياكلوا حاجات خضار. تونه مثلا بالمايونيز بالفلفل الالوان انت عملتي ايه معلش؟ عشان انا حطيت كريمه اللباني واللبن، وحطيت بس شويه ملح بقى وفلفل. ما بتحطيش مكعب مرقه او حاجه؟ لا يعني ممكن، يعني ممكن تحطي ممكن لا براحتك. حاجه اوبشن يعني. لا انا لو كده هحط بس احنا لو هنحط المرقه المكعب ممكن نحط قبل الكريمه اللباني قبل الكريمه واللبن. ليه بقى؟ بتفرق يعني؟ يعني بتدي طعم كده. اوكي. كمان عشان ما نغيرش قوي في لون الصوص. لا بس والله يسلم ايديكي.
مش يعني بس نستنى كده شيء يعني تمسك في نفسك تبقبق شويه اعمل بس ما السوشي يبدا يمسك نفسه كده شويه. هنقوم على طول حاطينه بقى في البايركس. لا بس والله وجبه لطيفه جدا، وزي ما قلنا ممكن تاكلوها برز، ممكن تاكلوها بماش بوتيتو او البطاطس اللي هي البيريل تبقى جميله بصراحه. اكتر حاجه عندك بيج وانت فود بلوجر، اكتر واكله بتطلب منك مثلا يعني يقول لك ايه اعملي لنا، عايزينك تعملي لنا كذا؟ بصي وانا بلاحظ دايما ان اغلب الناس دلوقتي بتبقى عايزه اكلات سهله وسريعه. أيوة. في البيت دي حقيقه. كان معظم حتى البنات حتى العرايس لسه متجوزين جديد بيبقوا عايزين حاجات سهله عشان بيبقوا بيشتغلوا وفي نفس الوقت بيروحوا يعملوا بالظبط عايزين يروحوا. وخليني اقول لك ان كل الناس عايزه اكلات جديده، الناس برضو زهقت وملت من الاكلات التقليديه اللي هو رز وبطاطس وملوخيه يعني عايزين ناكل خضار بس بشكل جديد. يعني انا عايزه اقول لكم على حاجه، انا بعمل السبانخ دي مثلا بالفراخ، بس فراخ مش سلايس بقى رفيعه، لا بتبقى الفراخ المجمده. انا خلاص انا قررت هبقى انا الشيف النهارده هقول لكم على الوصفه. لا بجد انا دايما احب لما بعمل حاجه حلوه احب ان انا اقولها للناس، الناس تستفيد برضو منها. بعمل الفراخ كده برضو نفس اللي انت بتعمليه بالظبط، بس بتبقى بمجمده، وبعدين بشوح الفراخ بشوي الفراخ بره اللي هي المخليه، بعدين بروح حطها بقى جوه الصوص ده، وممكن اروح مدخلها برضو الفرن واحط عليها جبنه بارميجان، احط عليها جبنه موتزاريلا، بتبقى خطيره برضو مع رز ابيض. أوكي. بتبقى فظيعه دي حقيقه. بس هو كده الصوص خلاص بدا يمسك نفسه. واعتقد لما تدخل الفرن برضو الدقيق هيمسك نفسه اكتر كتير. انت عايزه حاسبي ايدك بس مش سخنه طيب. خلي بالك والنبي بخاف. لا هتلاقي تحت، هتلاقي بصي تحت كده هتلاقي في جلافز او ايوه ممكن دي هتعرفي تتعاملي. بس هنشيلها بقى كده، نبتدي بقى نلقها هنا في عندنا مقوله بتقول اسرع طريقه القلب الراجل معدته. ده حقيقي؟ دي حقيقه. دي حقيقه صح؟ دي حقيقه لغايه النهارده، لغايه لما نموت. لا بس يعني الراجل لو شاف الاكله دي بصي لا هي هتبقى خطيره قوي قوي قوي. عارفه احنا كمان كنا ريحتها كمان طلعت خطيره. عارفه كنا ممكن نعمل ايه كمان؟ نحط، انا بالنسبه لي بعمل كده برضو، مشكل اللي هي الميكس جبن دي مبشوره، وبروح حطها في وسط البتاع فتيح، غير بقى الموتزاريلا تخن بقى، بس يعني تخن بس. ممكن لو حد عايز برضه يخليها هلسي يعني ممكن بدل الدقيق ده نحط دقيق شوفان مثلا او حاجه يعني عشان لا. تبقى هلسي اكتر. اللبن مثلا يبقى خالص، كيمد ميلك مثلا او بس هي بصراحه هي كده، بس هي كده يا جماعه ما هي متغيرش فيها حاجه. خطير يعني. احنا وزعنا كده الجبنه والموزاريلا اوكي، هنحطها بقى في الفرن. هنحطها في الفرن. والله العظيم ما خدت اي وقت. هي اصلا شكلها مغري، هي تتاكل كده اساسا بالظبط يعني. بنحطها في الفرن قد ايه بقى؟ لا يعني 10 دقايق او اقل من 10 دقايق، اقل 5 دقايق بس الوش بس. انت بتفتحي الشوايه صح؟ اوكي افتحي يعني حطيها. بصوا يا جماعه اكل بجد ما خدتش مننا وقت خالص، واحنا في الصيف بجد بنبقى عايزين حاجات سريعه وعايزين حاجات طعمها حلو وعايزين حاجات مفيده. يعني اكيد مش هناكل برضو كله حاجات فاست فود. عارفه تتعاملي؟ لا مش عارفه بتفتح. مش عارفه تتعامل خلاص، ولا انا هعرف اتعامل فسيبيها بقى. هو يعني هنتخيل ان هي دخلت الفرن دلوقتي وهنطلعها دلوقتي. لا بس والله بجد سلم ايديكي. طب ادينا بما ان احنا خلاص خلصنا الاكله نقعد نرغي بقى، معروف ان المطبخ ده نقعد بيقعدوا يرغوا فيه. قولي لي الوصفات الثانيه اللي ممكن السهله اللي تتعمل. بس بحب اعمل طبعا اللازانيا. الله خطيره. طب قولي لنا قولي لنا تركيه غير اللي الناس عارفاها، بتعملي فيها حاجه مختلفه غير اللي الناس عارفاها؟ بصي ساعات في ممكن في الصلصه مثلا او كده بنحط سكر مثلا او حاجه عشان تخلي طعمها مسكر شويه، يعني ما بتبقاش. تحطي ايه؟ سكر مثلا ساعات. انت عارفه انا بحط سكر ده على ايه كمان؟ على البسله بالجزر. اوكي. بعد ما بتستوي خلاص اروح يعني ربع معلقه او اقل من الربع كمان معلقه سكر، علشان لان هي البسله مسكره يعني الاثنين يعادلوا بعض. طيب احنا هنتخيل ان هي خلص، انها دخلناها لان كده كده عشان الوقت، هنطلعها نحطها هناك علشان استاذ حسام مخرجنا الجميل العظيم يجيب لنا الحاجات الحلوه دي. وعلى فكره هي ممكن تتاكل كده
يعني من غير ما تدخلوها الفرن على فكره هي بالصوص كده، لان هو الصوص اصلا هي كل حاجه مستويه فيها. يعني السبانخ مستويه، المشروم مستوي، الدقيق معمول، فاحنا ممكن ناكلها اصلا كده من غير اي حاجه. وممكن ما تحطوش جبنه موتزاريلا، يعني براحتكم. انا لو مكانكم عارفين هعمل ايه، هحط ماكس الجبن جوه الصوص، جوه الصوص مش انا ماليش في الموتزاريلا قوي برضو، يعني باكلها بس ماليش. انا ماكس الجبن اكتر، ممكن نحط جبنه رومي او الجبنه البارميزان. بارميزان بتبقى فعلا يعني حلوة. الرومي والبارميزان بيبقوا حلوين قوي مع الاكل ده. هي الرومي تحب السبانخ برضو، يعني بيليقوا على بعض. يعني انت نورتينا وشرفتينا، وبجد يعني انا مبسوطه ان انت موجوده معانا. بس المره الجايه انت وعدتينا هتجيب لنا سي فود. لا المره الجايه متميزه في ايه، متمكنه في ايه؟ بالجمبري، الجمبري والكابوريا والحسوب. يلا بينا دلوقتي حالا على نجيب السي فود، نعمل باستا بالسي فود بس كده مثلا. مثلا خلاص، لا المره الجايه اكيد ان شاء الله. انت بجد نورتينا وشرفتينا، واحنا كنا مبسوطين جدا بوجودك معانا، ومستنيين السي فود ان شاء الله المره الجايه. خلاص دكتور نور هندام. هندام دكتور نور هندام الفود بلوجر، انت نورتينا. ميرسي جدا، بشكرك شكرا جزيلا. يعني حلقتنا خلاص للاسف خلصت، بس يا رب النهارده حلقتنا تكون عجبتكم. وجربوا دي، انا ما دقتهاش بس انا بقول لكم لا دي تستحق التجربه، لان ريحتها حلوه جدا وطعمها انا متاكده هيبقى حلو جدا. نشوفكم على الف خير ان شاء الله في حلقه جديده من حلقات هو هنا. باي باي.